والله الحمد لله الكلاكاليفيكاسيون هذه اللي ما كانت سهله اللي تما عشناها في لاسمان هذه اللي ديجا كانوا متقدمين علينا في الماتش عندهم، الحمد لله اللي تما تفوقنا عليهم واللي تما هذه المباراه هذه اللي تخلينا ندخلوا لي بول ان شاء الله ونديروا ان شاء الله كما نقولوا حنايا حاجات باهيه ان شاء الله في لاكاف. والله جماهير الكلوب افريكان ديجا من الاول اللي كنا لاعبين نلعب ضدهم وكل شيء تما واحد ينبهر من كيفاش يعملوا كل شيء، وان شاء الله يكملوا هكذا ونفرحوهم ديما ان شاء الله. ان شاء الله الواحد كما يقولوا يتبع على الخطايا هذوما وان شاء الله يقدم الاضافه ويعطي 100% يعني. ان شاء الله ان شاء الله الواحد يخدم على روحه وليكيب ناسيونال الواحد كيكون بيرفورمون في ليكيب تاعو ان شاء الله ديما يكون في المنتخب الجزائري. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.